بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور عبد الرحيم محمد أبو سعد بقسم الفلترة سيدي بوشوشة. طبعا نتحدث على الحادثة اللي صارت الخميس الماضي، اللي هو نشوب حريق بإحدى حجرات المركز. والحمد لله كان الحريق يعني شبه متوسط، يعني مش بسيط لكن متوسط، وتم إخماد الحريق من الشباب الموجودين كلهم بارك الله فيهم. وعندنا حالتين هيك صار لهم عملية اختناق بسيطة هيك، وتم إسعافهم لإجراء الإسعافات اللازمة ليهم. وبالنسبة لأعمال الصيانة تمت أعمال الصيانة مباشرة، يعني أحد يعني الأصدقاء وأهل الخير يعني بارك الله فيه تبرع بالنسبة بالمواد بالنسبة للطلاء وحتى بالنسبة للعمالة، وبشرنا العمل بالمركز يعني من في يومها، يعني من الخميس عشية الحمد لله، والجمعة في خدمة والحمد لله متواصلين تو نقدم خدمات للناس وإن شاء الله بالشفاء للجميع. وفي عتب علينا، عتب يعني للأسف يعني بعض المسؤولين خاصة يعني مثلا في اللي يعني في اللجان، يعني لجنة يعني اللجنة الاستشارية ما فيش حد يسأل علينا للأسف، يعني إلا بعض يعني الإخوة ممكن في قسم الفلترة في صبراتة بارك الله فيهم، يعني حمدونا على السلامة. وفي بعض الإخوان من أهل الخير، بعض المسؤولين في تجورة يعني جو حضر، يعني جو حضروا ويعني عرضوا خدماتهم، والحمد لله ربي يوفق الجميع وربي يرفع الوباء إن شاء الله علينا يا رب العالمين.